السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالشكل والتطبيقات الكتابية، رحلة إلى القمر الجزء الثاني، مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، الصفحة 159. إذن سنبدأ بالسؤال الأول. أملأ الجدول الآتي حسب المطلوب. إذن لدينا جمل، سنستخرج اسم التفضيل وشروط صياغته. إذا الجملة الأولى: وكانت محطة الفضاء على مسافة أبعد ما تكون عن الأرض. إذا أبعد، إذا اسم التفضيل أبعد. اخترقت بنا السفينة الفضاء بأسرع ما يكون. أسرع وكلما اقتربنا من القمر صار أكبر حجما. إذا أكبر. أصدقائي، بالنسبة لصياغة أو شروط صياغة اسم التفضيل، إذا هي شروط موحدة بما أننا صغنا اسم التفضيل. إذا فالأفعال بعد، سارع، كبر. إذا الأفعال التي تم صياغة اسم التفضيل منها بعد. إذا لدينا بعد، بعد، كبر، سارع. إذا هذه الأفعال، إذا فهي ثلاثية: تامة، متصرفة، قابلة للتفاوض، مثبتة يعني غير منفية، ومبنية للمعلوم. إذا شروط صياغته يعني تكون موحدة، إذا سنكتبها بشكل موحد. إذا شروط صياغته، إذا سنكتب ثلاثي، تام، متصرف، قابل للتفاوض. قابل للتفاضل، عفوا، وليس التفاوض. إذا قابل للتفاضل، مثبت، مبني للمعلومة. إذا هذه الشروط فهي موحدة بين هذه الأفعال، إذا لصياغة اسم التفضيل. نمر الآن إلى السؤال الثاني. أعين التوكيد الوارد في الجملة الآتية وأبين نوعه. وكان هذا الصاروخ، وكان هذا الصاروخ عينه. إذا عينه توكيد معنوي، إذا نوعه سنكتب توكيد معنوي. توكيد معنوي، نوع التوكيد توكيد معنوي. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أملأ الفراغ الموجود في الأمثلة الواردة في الخانة الأولى بما يناسب من الكلمات الموجودة في الخانة الثانية. سافرنا في الطائرة إلى باريس. إذا سنقول جميعها، كلها، نفسها. إذا نفسها بطبيعة الحال توكيد معنوي، نفسها، نفسها إلى باريس. استعمال الطاقة المتجددة للبيئة من استعمال الطاقة غير المتجددة. أكبر، أفضل، أطول. إذا بالنسبة للبيئة سنقول أفضل، اسم التفضيل أفضل. أفضل للبيئة من استعمال الطاقة غير المتجددة. التلميذات مجتهدات، كلهم، كلتاهما، كلهن. إذا سنتمم بكلهن، كله، إذا كلهن مجتهدات. هل ترى ركوب الطائرة أقرب إمتاعا، أنفع إمتاعا، أو أكثر إمتاعا؟ إذا أكثر إمتاعا للنفس من ركوب السيارة. إذا أكثر، أكثر إمتاعا. السؤال الرابع. أملأ الفراغ الموجود في الجملة الآتية بما يناسب من الكلمات الآتية. إذا مع الشكل التام. إذا تعتمد الطاقات المتجددة، إذا جميعها، إذا الطاقات المتجددة جميعها، جميعها على الموارد الطبيعية النظيفة، النظيفة كالشمس والمياه والرياح. وأكثر، إذا وأكثر،
إذن وأكثر ما يميزها، إذن كلها، وأكثر ما يميزها كلها هو اعتمادها على موارد دائمة وغير قابلة للنفاد. إذا تعتمد الطاقات المتجددة جميعها على الموارد الطبيعية النظيفة كالشمس والمياه والرياح، وأكثر ما يميزها كلها هو اعتمادها على موارد دائمة وغير قابلة للنفاد. إذا نتمم الآن مع السؤال الخامس. إذا السؤال الخامس، المطلوب منا أن نركب نصا يتكون من 5 جمل. إذا 5 جمل أبين فيها فوائد استعمال الطاقة، إذا فوائد استعمال الطاقة النظيفة وإيجابياتها، مستعملا ماذا؟ اسم تفضيل وتوكيد معنوي. إذا يجب أن نستعمل اسم التفضيل وتوكيد معنوي. يجب أن نراعي شروط التعليمة. إذا 5 جمل تتحدث عن فوائد استعمال الطاقة النظيفة وإيجابياتها. إذا يمكن أن نقول مثلا: تعتبر الطاقات النظيفة إذا أفضل أنواع الطاقات. إذا اسم التفضيل أفضل أنواع الطاقات، لأنها تحافظ على البيئة ولا تساهم. إذا لاحظوا معي الفوائد: تحافظ على البيئة ولا تساهم في بعث الغازات الملوثة جميعها، الملوثة جميعها جميعها. إذا توكيد معنوي: كما أن العالم كله. إذا كما أن العالم كله، إذا كله توكيد معنوي كذلك. كله يدعو إلى استعمالها لأنها أنجع، اسم تفضيل أنجع الطاقات. إذا كما تلاحظون فقد وظفت في هذه الفقرة إذا أسباب التفضيل أفضل أنجع، وبالنسبة للتوكيد المعنوي لدينا جميعها وكله، وبالتالي إذا لقد يعني قمنا بمراعاة شروط كتابة هذه الفقرة. تحدثنا عن فوائد الطاقة النظيفة و5 جمل. إذا أصدقائي، هذا هو الجواب الخاص بالسؤال الخامس. إذا سأعيد القراءة: تعتبر الطاقات النظيفة أفضل، إذا أفضل أنواع الطاقات، لأنها تحافظ على البيئة ولا تساهم في بعث الغازات الملوثة جميعها، كما أن العالم كله يدعو إلى استعمالها لأنها أنجع الطاقات. إذا أصدقائي، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا يتجدد إن شاء الله تعالى مع باقي دروس المرجع. كونوا في الموعد.